يعود بتعادل ثمين من بشار ثاني تعثر لشبيبة الثورة بعد خسارته أمام أهلي البرج. كيف سارت الأمور في هذه المباراة؟ طبعا الصور نكتشفها سويا معكم هنا في البلاطو. شبيبة الثورة طبعا محمد شومان يقول أن انتهت بهدفين مقابل هدفين. كيف كان سيناريو الأهداف؟ شبيبة الثورة كانت سباقة لافتتاح باب التسجيل، هذا جانب من أثار شبيبة الثورة الذين حضروا بقوة رأسية. تجد طبعا حارس أتلتيك بارادو حاضرا. النص الأول انتهى 0-0. من انطلق وافتتح باب التسجيل هو بولعويدات بتسديدة قوية في مرمى الحارس مساوي الهدف الأول لشبيبة الثورة. بعد ذلك رد فعل من أتلتيك بارادو الذي حاول العودة في النتيجة وتعديلها بطبيعة الحال. فجاءت الفرصة وجاءت التسديدة من بوعطة الذي يعدل النتيجة هدف مقابل هدف بين شبيبة الثورة وأتلتيك بارادو الذي كان بأمس الحاجة إلى نتيجة إيجابية في هذه المباراة. بعد طبعا بعد كل الذي حدث